ضعي الزيت في الكيس وحلي اكبر مشكله بتقابلك الفيديو كله تدابير منزليه حلوه جدا خصوصا ايام الدراسه والشتاء كلنا عندنا المعلقه تقريبا بتاعه علب اللبن بتاعه الاطفال ما ترميهاش اغسليها وجفي فيها وحطيها في علب التوابل يبقى لكل علبه معلقه خاصه بيها تاني تدبيره معانا النهارده اول حاجه هنغسل الحوض كويس جدا والصلاه على النبي وتدعموني بالاشتراك واللايك والشير لقناتي علشان قناتي تكبر بيكم هنملى الحوض ميه والبطاطس الجديده كلها طبعا طينه زي ما انتم شايفين وتراب ما بتطلعش بسهولة لا أول ما تجيبيها انقعيها في المياه لمدة خمس دقايق وتعالي على طول شيلي الطينه دي هتتشال بكل سهوله نشي فيها بحتة قماشه ناشفه وتعالي ما اقول لك هنعمل ايه بعد كده. بعد كده بتكوني فرشه على الرخامه قماشه قطن انت مش محتاجاه ترصي عليها إيه البطاطس وتسيبيها لمدة نص ساعه بالظبط لحد ما تجف كويس جدا وبعد كده خزنيها عادي جدا بغطاء ازازه هنعمل حاجه حلوه جدا هتوفري كتير وهتبقى احلى كمان مليون مره من اللي بتعمليها بره املي غطاء الازازه ده في زلين يعني عيريه وبعد كده انقليه تاني لاي طبق واسع شويه علشان نعرف نعمل الوصفه كامله احنا هنعمل مخماريه بيتي بس بطريقه حلوه قوي قوي وكمان ريحتها هتبقى ثابته 24 ساعه هتحطي عليها مسك مل احمر اشتريه مخصوص مسك احمر اصلي حلو جدا جدا وحطي كمان حوالي معلقه من زيت جونسون ما عندك زيت جونسون حطي زيت جوز الهند او اي زيت عندك تاني زيت اللوز مثلا وقلبي كويس جدا لحد ما المكونات تندمج مع بعضها كويس جدا والفازلين يدوب مع الزيت انقليهم لغطاء الازازه ده وحطيهم في الفريزر واستخدميه كمخمريه هتديكي ريحه ونعومه وترطيب وريحه اربعة 24 ساعه احلى من المخمريه المخمريه اللي بتتعمل بره هات الكيسه وهاتي المناديل وحطيها في الكيسه بالطريقه دي لو ما عندك زيت, زيت زيتون حطي زيت من بتاع الاكل عادي جدا زي حالاتي كده على فكره انا بحبها بزيت الاكل كمان عن زيت الزيتون وابداي ان انت توزعيه على المناديل لو عندك رطوبه او وجع في المفاصل او في رجلك عموما اربطي بيها رجلك من تحت قدم الرجل كامل بالكعب بكل حاجه هتشيل اي رطوبه واي وجع في الرجل من اولها لاخرها كمان هتنعم كعب رجلك جدا 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 وهتنسي تعب ووقفه طول اليوم في المطبخ لما يبقى منك ليمون ما تحطهاش كده بباب التلاجة لا حطيها في طبق وغطيها بكيسه هتفضل معاكي حلوه لتاني مره دايما خلي عندك حته شبكه زي ديت الشبكه اللي هي القماش الشبك يعني وعصري بيها الليمون لو انت ما عندكيش عصاره ليمون الطريقه دي احلى كمان من عصاره الليمون اعتمديها اما لو عندك علبه لبن زي دي اوعي ترميها علشان انت عندك كنز قصيها بالمقص واستخدميها زي قمعه حلوة جدا 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 لو انت عندك صابون سائل وبتحبي تنقليه لعلب تانية فده استخدميه كقمعه اعتمديها صلي على النبي